أعلن أيمن بهجت قمر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن استعداده لكتابة أغنية جديدة لحمائي، وذلك بعد غياب 4 سنوات عن آخر عمل جمعهما وهو يا ستار. وقبل كده كان في أعمال كتير جمعتهم مع بعض على مدار المشوار الفني الطويل لحمائي، واللي استمر التعاون بينهم ل 16 عام وحصيلة 33 أغنية وهم، وجاءت أغنية وهم كتعاون أول بينهم خلال ألبوم خلينا نعيش عام 2003. قام أيمن بهجت قمر بتأليف أغنية بتضحك وليه لأ، وتجدد التعاون في ألبوم خلص الكلام عام 2007، حيث كتب أغاني أحلى حاجة فيكي، وبقت عادة، ومش هتنساني، وواحدة واحدة. وفي 2008 في ألبوم نويها كتب أغاني حبيبي لو زعلان ونويها وقالوا فيكي وأنا لو أذيته وجت يا ما جتش وافتكرت. وفي عام 2010 بألبوم حاجة مش طبيعية كتب أغاني مش سهل ولو ده عيالي ومتعقد وحاجة مش طبيعية. وفي 2012 كتب أغاني نفسي أبقى جنبه وهيقوله وندمان. وفي 2015 أطلق ألبوم بعنوان عمره ما يغيب، وكتب قمر أغاني مايني ونسيت وأجمل يوم وكان واللي اختاره قلبه.